يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في حلقتنا رقم 41 من دورتنا اللي هي عمل تطبيق استخدام الـ React Native والـ ASP دوت نت كور سيرفر اي بي اي. حلقتنا لليوم راح نحكي عن الدوكرز، ايش هم، ايش فائدتهم، وليش بدنا نستعملهم. تمام، احنا بشكل عام يعني حاليا احنا بنجهز لرفع السيرفر اللي هو الـ API سيرفر، حتى بعدها نقدر نعمل ايش ببلش للتطبيق تبعنا، انه طبعا اللي عملناه الببلش حاليا لازم يشتغل فقط داخل الواي فاي تاعتنا، وبهي الحالة احنا ما استفدنا منه. فبنعمل اول اشي رفع للموقع، بعدين بنعمل ايش ببلش للتطبيق. هسه بنيجي على الدوكرز. هسه اغلب الهوستنج اللي متوفرة على النت عادة بتكون هي بتستعمل لينوكس، واللي موجودة يعني بتستعمل مايكروسوفت عادة جري، لو ممكن أسعارها شوي عالية، أو يعني بشكل عام أنت بتصير ليمتد في الخيارات بتاعتك. فبهاي الحالة إحنا بنستعمل الدوكر. الدوكر بيعمل زي كونتينر، يعني زي مكان احتواء بيكون موجود في كل الملفات اللازمة حتى يشتغل البرنامج تبعك أو الموقع تبعك. والدوكر نفسه والكونتينر هاي بتشتغل وين مكان، تشتغل على لينوكس، تشتغل على ويندوز، تشتغل وين مكان يعني. فأنت مثلا جبت السيرفر وعملت انت الاعدادات تحت الدوكر، تقدر ايش تعمل له ايش ستارت على السيرفر تبعك وامورك تمام تكون تمام. اول شيء بدنا نعمله بدنا ننزل الدوكر. في عندي هو بنروح على النت مثلا على جوجل، بنروح على نكتب دوكر ديسكتوب من اول موقع، بنختار ايش داونلود. تمام، بينزل عنا. طبعا انا نزلت الملف بس ما حملته يعني، فبنعمل هذا كانسل. بعد ما ينزل بيطلع عندي هذا الملف، دبل كليك عليه، نعمل اوكي، ببلش ايش تنزيل. طبعا باخذ شويه وقت، تمام، هي خلص تنزيل. طبعا بيحتاج تعمل ريستارت للجهاز، بنعمل ريستارت. تمام، هي رجعنا بعد الريستارت، هي امورنا تمام، عندنا الدوكر شغال، طبعا ما بنحتاجش فيه، فقط لازم يكون نازل. بعدين نروح هسه على التطبيق على السيرفر تبعنا، نروح على الفيجوال ستوديو 2019. طبعا بيشتغل الطريقه هاي نعملها اعتقد 2017 و2019، اقدر من هيك بدك تعمل يدوي يعني، طبعا ما فيها مشكله حتى لو عملت يدوي. جينا هسه على اليور شور سيرفر، ما بدنا نحذوه. تمام، هاي السيرفر تبعنا هو شغال، اموره تمام زي دايما يعني. طبعا احنا هاي مش حاطينها اكسبرس، حاطين كاستر. ليش شغال اكسبرس؟ بغض النظر ابصر ليش تغيرت. هاي بغير اوكي، هاي لوكال، هي بغير ما بغير حتى كذا. anyway هسه بنيجي بالنسبة للسيرفر تبعنا على البروجكت تبع السيرفر، بس كبس يمين، بعمل اد، بنروح على ايش دوكر سبورت، بقول له ايش التارجت او اس تبعنا، راح اختار طبعا لينوكس. تمام، هاي ضاف لي اللي هو الدوكر فايل. فبنضيف احنا، هي بنضيف احنا الدوكر كومبوز، فبعمل اد اللي هي ايش كونتينر اوركسترايز سبورت، نختار انها ايش دوكر كومبوز. اوكي، طبعا لانه احنا بدنا نستعمل اكثر من شغله يعني، راح نجيب الداتابيس هي المايكروسوفت اس كيو ال، فبدي اياه كمان يضيف لي اياها على الكومبوز. فبلاقي انه ايه ضاف لي هذا دوكر كومبوز، هاي راح تعطيني اول اشي السيرفر تبعنا، تعطيه انه هسه عده اشياء زياده. هسه بنيجي عليهم. اول شغله بدي تتفرج اول شيء على الدوكر فايل تبعنا، هذا بيعطيني اول اشي انه انفايرمنت تبعنا، بجيب لي اياه حسب انا التارجت فريم ورك اللي انا حاطه. طبعا لما اعملها في حال غيرت اغير هان، بحكي لي انه ايش البورت اللي بدنا نطلعه. هاي مثلا مطلع بورتين اللي هو 80 و 443. عندي هاي البروجكت تاعوني بيعمل دوت نت ريستور، هي اللي بترجع لي الباكيجز تاعتي بجيبها يعني. بعدين بنسخ كل على الورك دايركشن، بعمل له ايش بيلد، بعدين بعمل له ايش رن او الببلش، بعمل له رن. طبعا بكون بيعتبر مع انه حاط ريليس يعتبر كديفلوبمنت، فالشغلة بدي اعملها حتى نقدر نستعمل سواجر. احنا حطينا سواجر هان ايش، تتذكر لما استعملنا سواجر حكينا فقط اذا كان ديفلوبمنت. فبنعمل شغلة زيادة اللي هي مثلا ايش، بنعمل ترو اور، فمبدئيا بدي يضلوا شغال حتى اقدر اجرب يعني. فهيك طالما عملت ترو اور يعني مباشرة راح يمشي، هاي يعتبرها مش موجودة. تمام،
هذا بالنسبة للدوكر فايل. هسه بنيجي على الدوكر الموجود، دوكر كومبوز. هذا اللي هان موجود، هذا بيعمل لي كونتينر للسيرفر نفسه. هسه في عندنا الداتابيس، فبدي انا كونتينر للداتابيس بتشتغل كمان جنب الكونتينر بتاعت السيرفر، تمام. فبتيجي على هان، هسه عندي هاي بحكي لي انه الايمج الاولى اللي عندي اللي هي هاي، بعدين بدي احكي له ايش في عندي واحدة ثانية، فبعمل مثلا انتر، نرجع. طبعا هذا بيشتغل على اندنتيشن الملف، تمام. راح يغلبنا شوي مع انه التاب ما بتاخذ لحالها، المفروض ياخذ تاب. طيب تعمل سبيس واحد اثنين، اوكي واحد اثنين، تمام. سبيسين هي كأنها ماخذة، بغض النظر نسميها مثلا دي بي هي الداتابيس. تعمل واحد اثنين ايمج، تمام. هسه نشوف الايمج شو هي، خلينا ناخذها لو اجينا على اي مثال. لحظه، طبعا احنا بس نعمل الاضافه للدوكر بده يجيب الملفات تاعت الدوت نت كور، فبنلاحظ ان هاي قاعد بيعمل لي ايش داونلود، تمام. فنستنى عليها شوي لتخلص. تمام، خلص داونلود. خلينا نروح على في مثال حاطينه عندهم على الموقع تبعهم تبع الدوكر، انه كيف يعني يعني ارشادات كيف نستعملها. في عندي هام بدي اعطيه انا اسم الايمج، وفي راح نستعمل environmental variables. هسه الايمج مش راح ناخذ نفسها، راح ناخذ احدث وحده. فايش بروح بكتب مثلا MSSQL هي مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، ونكتب بعديها فقط دوكر. لاحظ انه اعطاني اياها اول وحده. طبعا اذا بحثنا عن طريق جوجل او بينج نفس الشيء راح يعطيني اياها اول وحده. نيجي هاي بعطيني ايش اللي بنقدر نستعملهم. احنا راح ناخذ هاي اللي هي تاعت اليوبنتو تاعت اللينوكس، تمام. نعمل كوبي، ناخذها نحطها هان في اسم الايمج. طبعا اسم الايمج اذا اجينا هان بتلاحظ انها بتاخذ دبل كوتيشن، فبنعمل دبل كوتيشن نحط اسم الايمج. بعدها عندنا انفيرومنتال، راح ناخذهم كوبي من هان، هما انفيرومنت هي الباسورد، وعندنا اللي هي الاجريمنت على ال، طبعا بدنا نرجع لنفس الاندنتيشن، فبعمل هان انتر. طبعا عملنا هاي، اوكي المفروض يعمل اللي هو اندنتيشن لحاله، بده يغلبنا الفيجوال ستوديو. ننتبه اندنتيشن مهمة، فلازم يعني انا عامل مثلا هي سبيسين، فلازم تكون سبيسين. اذا زدت راح يعمل لك ايرور، واذا قللت راح يعمل لك ايرور، تمام. هذا بالنسبة للملف تاع الكومبوز. هسه بدنا نحط احنا باسورد هان، طبعا راح نستعمل، خليها هاي مثلا زي ما هي، اعتقد بقبلها. بس خلينا نحط مثلا بقبلها، خليها حاليا زي ما هي. طبعا بالنسبه لما تيجي تعمل له مثلا ببلش او شيء زي هيك بدك تشيلها من هان. طبعا هسه شغله ثانيه، بدي اضيف انا انفيرمنتال فاريبل على السيرفر تبعنا. فباجي هان بدي اعمل ايش بعد البيلد، برجع واحده بعمل ايش، او خلينا نحطها قبل البيلد بانها تعطي نفس الشيء. بعمل ايش انفيرمنتال، بدي امرر عدة اشياء. اذا جينا نتفرج مثلا على هو كونكشن سترينج، فانا بدي كونكشن سترينج للسيرفر هاد. حتى نعمل هذا الاشي هسه بنشوف كيف. هسه بدي اجي على الاب سيتنج دوت جيسون، او خليها حاليا شوي. خلينا اول اشي نكمل. هسه بدي احط انه هاي الايمج تعتمد على هاي، فبعمل هان بعد البيلد نحط خلينا نرجع اكتبها، نرجع للاخر سبيس سبيسين، معمل ايش depends on. خلينا نتأكد انه كاتبينها صح بلاش نخربط. هاي عندك ايش، هي depends on، بنحط ايش db. تيجي بدل هاي بتحط ايش depends on، هاي db طبعا راح تكون ايش بعد spacing، تمام. هسه بدي اجي احط ال environmental variables. طبعا في عنا ال sa password هاي بدنا اياها، طبعا واحد اثنين control v. في عنا كمان اللي هو واحد اثنين اللي هو الهوست سيرفر، وعندنا الهوست بورت. فبتيجي هان لاحظ عندي ايش، عندنا هان استعملنا احنا سيرفر، بدنا البورت كمان حتى نقدر نستعمل السيرفر كامل، ممكن داتابيس نيم، وعندك اليوزر نيم والباسورد. فعندنا ايش، مثلا بنحطها هوست سيرفر مثلا، طبعا خليها كلها كابيتال. راح تكون اسمها نفس اسم هاط ودي بي، تمام.
اسم الهوست راح يكون نفس هذا. تمام. هسه الشغل الثاني عندك هوست بورت، راح نمرر احنا بورت ثان. فهسه لو حكينا عندي تعمل بورت طبعا بدون كابيتال، هسه بنشوف كيف نكتبها. راح نمرر البورت ثان، راح تكون ايش 1433 هو الديفولت بورت حسب ما بتذكر، حسب بين عنا. بعدين عندك اللي هو ايش اليوزر نيم، راح يكون ايش اس اي، اعتقد كمان بتكون كابيتال هاي، هسه نتاكد منها. ايش ضل عندنا الداتا بيس نيم، راح تكون ايش داتا بيس نيم عندنا، هان استعملناها احنا ايش يورشورد دي بي، فنخليها زي ما هي. تمام. خلينا نشوف هسه بس نتاكد انه هاي الاعدادات احنا حاطينها 100%. تمام. هاي في عندنا مثال ثاني. طبعا هذا المثال عاملين زيادة مايجريشن، احنا ما راح نحتاج مايجريشن، فقط بدنا ننتبه بداخل انا منها البورت، نشوف يعني كيف عاملين اكسبوز للبورت. حكينا احنا الديفولت تكون 1433، حتى اظهره لبرا لازم اعمل له فورورد. بالنسبة لهذا الفوروردينج عاملينه في الملف الاساسي تبعه، فما بنحتاج نرجع نعمله هان. فباجي هسه عندي هان بحط ايش في النهاية عندي هذول امورهم. تمام. ما بدنا نضيف عليهم، حطينا البيلد، حطينا الديبنس، تيجي هان بتعمل ايش بورت او بورت سبيسين فاصلة، وبتحط ايش 1433 1433. تمام. هيك المفروض اموره تمام. بس ننتبه الباكج هاي حجمها كبير، جيجا ونص تقريبا. الشغلة الثانية انه اذا جهازك عليه رام اقل، اذا جهازك عليه رام اقل من 4 جيجا راح يعطيك ايرور، فبدك تنتبه من هاي الشغله. طبعا بالنسبه للسيرفر بدنا نحطه عليه، يعني عاده احنا نعمل تهيئه له فما في مشكله، بس يعني في حال عندك ايرور بدك تنتبه من هاي الاشياء. تمام. خلينا نعمل حفظ، وبدنا نحاول نعمل ايش بيل اعتقد. خلينا اول شيء نستفيد من هذول، فنروح عن الستارت اب، بدنا نعمل ايش كومبوز لل connection string، ما راح نستعمل الديفولت. فبنيجي هان بعمل ايش بار connection string، او حتى نعملها نيجي عليهم واحدة واحدة. بار اللي هي سيرفر او هو string راح يكون مثلا الهوست سيرفر يساوي، راح ناخذ طبعا ايش من configuration دوت او مباشره هيك بنمرر اللي هو اسم الفاريبل تبعنا. سمينا احنا لو رحنا على الدوكر كومبوز كان عندي ايش هوست سيرفر نحطه هون. طبعا بنعمل ايش العلامتين السؤال هاي في حال ما كان موجود استعمل لي ايش لوكال هوست، هو يرجع لي على السيرفر العادي تبعنا، او عندنا السيرفر العادي هو ايش كان لو جينا هان السيرفر العادي تبعنا هو ايش، فبنحط هاي احنا بدلها، ما بدنا نستعمل اللوكال هوست تبعنا، مش اللوكال هوست هو اكسبريس اديشن اللي على الجهاز حاليا. تمام. طبعا الدبل اسكيب اوكي، هي لازم تكون دبل اسكيب. تمام، هي لازم تكون دبل اسكيب. طيب نيجي على الشغله الثانيه عند البورت، طبعا من سترينج مثلا سيرفر بورت يساوي configuration، باخذ لي السيرفر بورت او الهوست بورت، واذا ما كان موجود احنا هان مش مستعملين بورت، اعتقد هو الديفولت باخذ 1433. طبعا خليها ايش سترينج 433. تمام. تيجي بعديها سترينج عندنا اليوزر نيم او داتابيس نيم، هي بعديها فبتسمي داتابيس نيم تساوي configuration، بدك تمرر الداتابيس نيم هان. في حال مش موجودة احنا تبعنا الهان موجود شو اسمه هي يورشورز دي بي طبعا اوكي. بعدين عندنا اليوزر نيم والباسورد، طبعا اليوزر نيم والباسورد ما راح نعمل في حال مش موجودات، لان في حال مش موجودات راح نستعمل التراستد
هو تبع الويندوز اللي تراستد كونفيجريشن، او اللي هي هاي تراستد كونكشن. اوكي، راح اعمل هان يوزر نيم تساوي كونفيجريشن، راح تاخذ من اليوزر نيم عندها، حط يوزر نيم تمام، تعمل سترينج باسورد، راح تاخذ من كونفيجريشن ناخذ ايش باسورد اللي هي هاي تمام. هسه بنعمل اف، او ها بنعمل اول اشي اللي هو string connection string، او احنا ممكن نعمل string builder، او خلي string مش مشكلة. connection string تمام، خليها مبدئيا فاضية، فبعمل اف اذا اليوزر نيم او الباسورد null، يوزر نيم equal null، او ممكن تستعمل string dot is null or empty اليوزر نيم، or string dot is null or empty للباسورد. في حال اي واحدة فيهم كانت null راح ناخذ ايش هذا connection string، بنعمل له copy بحطها connection string يساوي هاي القيمة تمام. طبعا connection string راح نمرره هان. هسه else بدنا نعمل احنا connection string، بنيجي على رحنا على النت مثلا، حكينا ايش connection string اللي هو SQL server connection string، نيجي نتفرج على الموجودات، ناخذ واحدة نستعملها. عندي هاي بتاخذ ايش server database user id وباسورد تمام، ناخذها كوبي، نيجي بنحطها عندنا هان حتى نعمل له compose، نعمل ايش connection string تساوي Ctrl Z. أنا كبست أكثر من مرة. أوكي. بعمل quotation بحطها جواتها. تمام. هسه بدنا نعدل عليها. تمام. تمام. حتى نعمل إحنا الكومبوز لهذا بعمل إيش؟ أول شيء دولار ساين. باجي هان أول شيء بالنسبة للسيرفر بدي أمرر أول إشي الهوست سيرفر. بعمل فاصلة. بنعطيها البورت. سيرفيس بورت. بعدين عنا على الداتابيس. نعمل كمان واحدة بنسميها اللي هي الداتابيس نيم. اليوزر اي دي بنمرر اليوزر اي دي او اليوزر نيم، اليوزر نيم، واخر شيء الباسورد بنمرر ايش باسورد تمام. هيك احنا عملنا الكونكشن سترينج. طبعا في حال عملت انا رن حاليا مش الدوكر كومبوز، عملنا رن للبروجكت، هسه نشوف كيف نغير احنا الانيشال. بس عملنا رن للبروجكت، في حال ما كنا مشغلينه على الدوكر فما راح ياخذ هاي الاشياء، فبهاي الحاله بيشتغل عندي طبيعي. طبعا احنا حاليا اذا بنيجي نتفرج، ها في عندي ايش 3 بروجكت، نلاحظ انه في واحدة فيهم ايش المعمول عليها بولد، هي بتكون ستارت اب، فحاليا هذا الستارت اب هو اللي بنعمل له رن. ففي حال انا ما بدي اشغله، بدي اشغل السيرفر تبعي، بقدر اكبس كبسه يمين واعمل ايش ست از ستارت اب بروجكت واعمل له ايش رن. والرن كمان راح اشغل الدوكر تبعه، بس انه بعمل لي اكسبوز للبورت المحطوط عندي هان. لو جيت على الدوكر فايل البورت اللي احنا المحطوط اللي هان ايش 80، فبعمل انا ستارت للدوكر. خلينا نشوف هل بقدر ايش اشغله على بورت 80. احنا قبل كنا نشغله على بورت 5000، كنا نروح على السواقر، هاي بنروح على 80 بعدين نروح على ايش اسواق. هو طبعا يعني راح يعطينا ايرور، ليش؟ انه هسه لما يشتغل على الكونتينر ما له وصول للجهاز تبعي، وانا السير الداتابيس حاليا شغال على ايش على الجهاز تبعي، ففعليا ما راح يقدر ايش يوصل للداتابيس، فراح يعطيني ايرور على الستارت اب لما يجي يحاول هان يعني يجي ياخذ الكونكشن سترينج، ما راح يوصل لمكان لانه ايش ما في يعني كونكشن سترينج عندنا. تمام، خلينا احنا شوي بده يوقف لحاله. تمام، هاي طلع عنا الايرور، يعني نشوف ايش الايرور. عملنا نو الايرور. طب تمام، في عنا شغله لازم نعملها، بنيجي على الدوكر تحت اللي رسمته زي الحوت ابيض جاي، كبسه يمين عليه، نروح على سيتنج، هاي بالنسبه للايرور اللي طلع عنا يعني. تمام،
نيجي على resources على file sharing وبنضيف ايش الدرايف اللي موجود فيه البروجكت تبعنا. تمام، بختار الدرايف اللي موجود فيه البروجكت تبعنا، بعمل apply and start، بعديها باجي بكبس كبسة يمين على الدوكر اللي الرسمة اللي تحت، بعمل ايش restart. تمام، هسه بس نعمل restart بتفرجها، بتاخذ هي شوية وقت بس انها تصير ايش running. تمام، بنقدر هيك نرجع نعيد نعمل start السيرفر. تمام، عندنا اذا طلعت عندنا هاي الرساله بتعملها allow access. تمام، طلع عندنا الايرور اللي احنا متوقعينه انه لسه ما عندي database. تمام، هيك احنا امور السيرفر تمام، ظلت الداتابيس. طبعا ممكن اعمل انا stop، في شغله بدنا نغيرها كمان بشكل سريع. لو رحنا على launch setting هسه ما نضيف احنا الدوكر سبورت، بغير شوي على launch setting، بنلاحظ انه ايش حط لي اللي هو الديفولت، هاي الامبلمنتيشن تاعت الدوكر. الديفولت حط لي مثلا الويذر فوركاست، احنا بدنا ايش سواقه. تمام، نعمل حفظ. هسه بدنا نيجي على الداتابيس، احنا طبعا عملنا الملف واموره تمام. فبنيجي اول شيء بدي احنا حكينا الجاي بولد هو الديفولت او الستارت اب تبعنا، فباجي على الدوكر كومبوز بكبس كبسه يمين بعمل له ستارت اب. اللي راح نعمل احنا هسه عملنا كونتينر للسيرفر، بدي اجيب الكونتينر بتاعت الداتابيس اللي هي اس كيو ال ونشبكهم مع بعض. طبعا احنا هذا كله مكتوب عندي في الايش في الملفات. حكينا ننتبه بالنسبه للملف هذا للسبيسات، طبعا بعد كل نقطتين لازم يكون في عندي سبيس وقبلهم، هذول حسب ايش الليفل تبعهم السبيس بكون قبلها. تمام، فاي سبيس غلط راح يعطيني ايرور عليها، ننتبه لهي الشغله. حطينا احنا هذا الستارت اب. طبعا قبل ما نبلش البيلد ننتبه انه هاي الباكج كثير كبيره، جيجا ونص تقريبا، فاذا ما مش حاب يعني تعمل لها رن او شيء زي هيك خاص انت تقدر تحفظه من هان، يعني حافظ عندك هذا. بس في حال عملت بيلد او رن راح ايش ينزل الباكج وبلزمها نت قوي، وفي حال فصلت خلال التنزيل بده يعيد من اول، فتنتبهوا لهي الشغله. تمام، نعمل هسه رن. طبعا انا نزلت الباكج قبل يعني في اللفه اللي قبل. اوكي، هاي الستاتس هيك ما بعرف، على الاغلب بدنا نرجع نعمل لها بيلد. نقدر نروح هسه على سواجر، انتر بودينا ايش على سواجر، اموره تمام. نتاكد مثلا من الداتابيس، برجع الاب فيرجن، نعمل ايش جيت اب فيرجن، نعمل تراي اكسكيوت، رجع لي ايش اب فيرجن. تمام، وعندنا الداتابيس معناها شغاله 100% امورها. تمام، هاي بالنسبة لكيف نحول الـ environment أو السيرفر تبعنا كامل لدوكرز. هسه هذول بشكل عام أسهل للرفع، يعني هسه بنيجي إحنا على أي virtual machine سواء كانت لينوكس أو ويندوز، بقدر أعمل لهم implementation مباشرة، فقط إنه أشغلهم الملف يعني هيو موجود، هو الملف هذا اللي بنعمل له run على السيرفر، يعني فقط بس بحط على السيرفر وبعمل run، ما بحتاج أعمل أي إعدادات ولا أي شيء ثاني. والاعدادات اللي بتعملها لاي موقع اللي هي مثلا تعون الدومين نيم هاي الامور، بس انه ما في عندك اعدادات زياده حتى تعمل كونكشن او ربط بين السيرفر مع الداتابيس. تمام، احتمال هي الحلقه الجاي، هو المفروض الحلقه الجاي يعني نعمل احنا الرفع، فاحتمال هي تتاخر شوي حتى نشوف يعني موقع مناسب نرفع عليه. ففي شغله اخيره لازم نعملها كمان، انه عندنا البورت ما كان بيضل ثابت. حتى نثبت البورت اول شيء بدنا نيجي على اللي هو الدوكر كومبوز، نيجي ها بنعمل ايش هي البورت، نعمل فورورد للثمانين بنمرره لبرا. تمام، في حال ما عملت انا فورورد ما بصير عندي هذا الاشي. ممكن كمان نعمل فورورد للبورت الثاني تبع ال HTTPS. ايش البورت الثاني كان لو اجينا على الدوكر فايل، لاحظ انه عندي ايش اللي هو 443، فنمرر 443 443. تمام، خلينا ضلينا على البورد بس واحد، نرجع نعيد مرة ثانية، تعمل ايش rebuild solution، تعمل run، كان اشتغل. طبعا لو رجعنا هسه لغيت هاي حطينا مثلا 8، طبعا هاي HTTPS، فبحط ايش 443، بكتب ها swagger. طبعا احنا لغينا HTTPS فما راح يشتغل، فبدك ترجع ايش تعمل العادي بدون HTTPS، تحط ايش انتر
فوت عليه طبعا بدون شيء معناه ما اخذ 80 فات عليه تمام. بغض النظر عنا حاليا البورت اللي هو 80 مرر اموره تمام. خلينا احنا بس نحطها ويب بيلدر دوت يوز كسترول. نخفي او نلغي اللي هي الويذر فوركاست نروح اي مكان ثاني. باجي على الدوكر كومبوز كبسه يمين اختار بروبرتيز بلاقي عندي انا هاني هو ايش سيرفيس يو ار ال بحكي لي عندي سكيم لوكال هوست سيرفيس بوست بعطيني ايش الويذر فوركاست نعمل اديت بدنا نخليه شو سواكر تمام نعمل اوكي ابلاي اوكي وعملنا رن فتح لنا ايش سواد تمام. هيك بشكل عام كيف نحط احنا السيرفر تبعنا جوا كونتينر ونجهزه للرفع. ان شاء الله نكون استفدنا. يعطيكم العافيه ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجايه.